تحولوا إلى خونة. صدام حسين غزا الكويت بجيوشه، والإخوان المسلمين غزوا الكويت بأفكارهم ومبادئهم اللي قاعدين يفرضونها على الشارع. اللي قاعد يصير معانا غزو، تعتبره غزو كما حصل في غزو سنة 90؟ ألعن من غزو صدام. غزو صدام كان ظاهر، عدونا عارفينه. الإخوان المسلمين سنين وهم أعداء لدولة الكويت وللخليج العربي كامل، وبحجة انهم عيالنا وابنائنا، وهذا لا يجوز. الدولة انت لو حاشك مرض غرغرينة في اي قطعة في جسمك، ما لك الا حل واحد، تقطع هذا العضو في جسمك، ايدك ريلك، للحفاظ على الباقي من جسمك. ليش ما نحاول نتفاوض ونقعد معاهم ونحاورهم في النهاية؟ حاور من الغزو هم يلعبون نفس اللعبة، ومن الغزو والصبر عليهم ليش نروح الغزو؟ خلنا من سنتين ثلاثة تأييدهم لمصر وما حصل في مصر، ورابعة الله ياخذهم وياخذ كل من حاط شعار رابعة، كلها خونة. أنت تدعي المواطنة وتناشد وتطالب بتطبيق ما حصل في دولة أخرى، وين المواطنة؟